جاهزين لقصة اليوم. قصتنا اليوم تحكي إلى بيتنا، اسم الطفلة دارين. كملوا القصة للآخر، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. أوف، إننا نسينا منذ مئة ساعة ولم نصل بعد، ولا أحب قطع مسافات طويلة بالسيارة. أراك بالدار ولا أرى بيتنا. سألت والدي أين بيتنا، متى سنصل، ولم يرد علي. وبدت عيناها في مرآة السيارة كأنهم تقولان اسكتي. أعرف أنني سألت هذه السؤال مئة مرة ومع ذلك لم نصل بعد. إلى أين؟ إلى بيتنا، لقد انتهت العطلة. أبي، متى سنصل؟ ولكن ياي، نسيت أن أعرفكم بنفسي. أنا دارين، وبعد غد سأعود إلى مدرستي ورفاقي. سأكون في الصف الأول. كم أنا مسرورة. سأتعلم القراءة والكتابة كي أقرأ قصصا كثيرة، وربما أؤلف. سأكتب مغامراتي وبعض المسرحيات، فأنا أحب التمثيل كثيرا. أبي، أين بيتنا؟ متى سنصل؟ لكن أبي لم يجب. آه، ها هو منزلي. أما أن توقفت السيارة حتى قفزت منها بسرعة، أخيرا وصلنا. وفي صباح اليوم التالي، صباح النشاط، ماذا كان فطور دارين؟ ماذا حصل لها في الصورة الأولى؟ وما الذي يؤلمها في الصورة الثانية؟ تابعوا القصة للآخر لتعرف ماذا حصل مع دارين. ترين ترين، رن جرس المنبه. أخيرا جاء يوم الأثنين. قفزت من سريري ولبست ثياب المدرسة، قميصا أبيض وسروالا رماديا. والآن إلى المطبخ. لقد حضرت والدتي كوبا من الحليب وطبقا من الجبن. يمي لذيذة. أحلى، أنكر كوبا من الحليب. لا بأس، لن أتضايق في أول يوم دراسي. سأبدل ثيابي، أنا بغاية النشاط هذه الصباح. لبست سروالي الأخضر. آخ آخ، وقعت على السجادة. لقد ورمت ركبتي. أخلع، لن أبكي. ليس مع بداية المدرسة أبكي. ثم نهضت وأنا أغني، سأروح إلى المدرسة ولو ورمت ركبتي. والآن على ظهري محفظتي الجديدة. إلى المدرسة يا سعادتي. كيف يبدو التلاميذ بعد وصول دارين إلى المدرسة؟ وتحل مشكلة صديقها فادي. في ملعب المدرسة كلنا سعداء ونحكي أخبار العطلة. ثم حكى وليد نكتة فضحكنا جميعا ما عدا فادي. سألته، ألست سعيدة بالرجوع إلى المدرسة؟ لا تخف، أخبرني أبي أن الصف الأول ليس صعبا. ثم قال لي فادي، اشتقت إلى المدرسة، ولكن لا أريد أن أضحك حتى لا تظهر النافذة التي في فمي. أنا لم أفهم النافذة في فمه، ما معنى ذلك؟ لاحظ فادي استغرابي فقال، لقد سقطت فمي الأمامية. ثم قلت له، آه فهمت، أخي عنده ثلاثة نوافذ وما زال يضحك. إن شئت ركب ستارة في فمك. ومن دون إرادة ضحك فادي. ثم قلت له، أرأيت لم يحصل أي ضرر في خلال هذه السنة؟ قد يصبح عندنا جميعنا نوافذ كثيرة. على كل حال ستنبت لك بسرعة سنا جديدا وأقوى. ثم أرتاح صديقي، وصرنا كلنا سعداء حتى فادي. رأيكم بالقصة بالتعليقات.